وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى. أنا الالتزام دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. الأهلي فوق الجميع. حقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك في المباراة والتي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري. وسيطر فريق الأهلي على أحداث المباراة وحسمها لصالحه بنتيجة 3-1. وأشاد حمدي صفي المدير الفني بأداء اللاعبات في المباراة مشيرا إلى أنها خير استعداد للفريق قبل المشاركة في البطولة العربية والتي ستبدأ منافساتها في 17 من ديسمبر الجاري. في التقرير التالي نتابع أبرز تصريحات الجهاز الفني واللاعبات عقب المباراة. مباراه كبيره وكنا واخدينها اعداد كويس، هي ومباراه سبورتنج اللي فاتت للبطوله العربيه. المباراه طبعا اظهرت بعض الاخطاء البسيطه هنعالجها في اليومين ثلاثه اللي جايين، بس احنا طبعا ايه يعني بنلعب الماتشات دي طبعا في ظل ضغط تدريبي عالي عشان البطوله العربيه. وبصفه عامه احنا راضيين عن الجهاز الفني، راضي عن اداء اللاعبين بالذات في مباراه سبورتنج والزمالك الاخير. فريق الزمالك السنه دي عمل صفقات، استغل طبعا احلال فريق انحلال فريق وادي دجله وعدم دخوله الدوري، وضم صفقات في المراكز اللي هو محتاجها. طبعا فرقه كويسه، احنا ضغطنا عليهم في الشوط الاول والثاني وكسبنا بسهوله. الشوط الثالث حصل بعض التراخي شويه، اطمئنان للمكسب مع بعض الاخطاء في الدفاع واستقبال الكره الاولى، ولكن رجعنا لمستوانا بسرعه في الشوط الرابع وانهاها بسهوله جدا يعني الحمد لله. الحمد لله، هو طبعا يعتبر من الماتشات الصعبه السيزون ده، عشان زي ما احنا عارفين يعني الزمالك دعم بفريق كتير بلعيبه كتير من وادي دجله لما اتفك ومن كذا نادي، فيعتبر هو احسن من السنين اللي فاتت كتير، يعتبر يمكن هو كمان ممكن اللي يكون المنافس القوي السنه دي هو والشمس. فالحمد لله احنا يعتبر عدينا شوط كبير، الحمد لله ابتدينا الاول شوط وثاني شوط بتركيز عالي جدا، كان السكور كويس جدا لينا. ثالث شوط يمكن احنا خسرناه باخطائنا احنا، مش يعني احنا يمكن تركيزنا اقل، الكره الاولى عندنا قلت الارسال ضاع كتير، فتعتبر كانت غلطاتنا، بس الحمد لله يعني كابتن حمدي خلانا نتدارك يعني الموقف في الشوط الثالث وكسبنا الحمد لله فرق سكور كبير. كنا داخلين عاملين حساب طبعا لنادي الزمالك، الفرقه كويسه بعدين هم دعموا السنه دي بكذا فرد من النوادي الثانيه. الماتش كان احنا عاملين له حساب قوي، كسبنا الاول والثاني الحمد لله فرق سكور، الثالث ابتدى فيه مهارات تقع مننا شويه، بس قدرنا في الرابع الحمد لله نركز ثاني ونكسب. طبعا الزمالك من الفرق اللي بتنافسنا في الدوري، مش اول فرقه بتنافسنا بس الاسم اللي هو اهلي وزمالك. وطبعا المره دي غير كل مره علشان احنا دلوقتي بنستعد للبطوله العربيه، فكان يعني التدريب بقى كويس لينا واستعداد كويس لينا قبل البطوله العربيه يعني الحمد لله. محمد مصلحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي لاعبي الفريق راحة من الميران اليوم الثلاثاء. وجاء قرار مصلحي بمنح اللاعبين راحة من الميران اليوم تجنبا لتعرضهم للإجهاد، نظرا لخوض الفريق ميرانه على فترتين لمدة 3 أيام
في الأسبوع استعدادا للمراحل النهائية من مسابقة الدوري الممتاز. يذكر أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز بجميع مبارياته بالدور التمهيدي بنفس النتيجة 3-0 وتأهل للدور الثاني كأول مجموعته. يسافر الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي عصر الجمعة إلى الإسكندرية لخوض مباراة الأولمبي والمقرر لها السبت في بطولة كأس الاتحاد بدون الدوليين. ويتجمع الفريق بعد صلاة ظهر الجمعة ويتوجه بعدها إلى الإسكندرية للمبيت بها ومن ثم خوض المباراة والتي تقام يوم السبت. وتقام مباريات كأس الاتحاد بدون اللاعبين الدوليين في ظل معسكر المنتخب الوطني والذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالجابون. وصل مصطفى خليل لاعب الفريق الأول لكرة اليد الرجال بالنادي الأهلي أداء البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة والتي تعرض لها بشد بسيط في عضلة السمانة خلال الأيام الماضية. ويخضع خليل لجلسات علاج طبيعي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق خلال المباريات في ظل توقف مسابقة الدوري بسبب معسكر المنتخب الوطني. ويخوض الفريق تدريباته بقوة خلال الأيام الجارية بسبب المشاركة في بطولة كأس الاتحاد والتي تقام بدون الدوليين. يعود مودي الجرحي لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي لتدريبات جماعية للفريق خلال 10 أيام بعد غيابه الأيام الماضية بسبب تمزق في أربطة الركبة. وتخلص الجرحي من جبيرة الركبة والتي وضعها ضمن برنامج التأهيل فيما يخوض اللاعب بتدريبات تأهيل في الجيم بالنادي للتخلص تماما من الإصابة. وغاب اللاعب عن المشاركة في مباريات الفريق الأخيرة ببطولة الدوري ويجري تجهيزه للعودة إلى الفريق خلال الفترة القادمة. ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية.